السلام عليكم. معي بتجربة اليوم سيارة من أكثر السيارات المفضلة عندي بفئة الهاتشباك الصغيرة، وهي السوزوكي سويفت 2018، واللي هي أنا شخصياً بفضلها على المنافسين بهاي الفئة مثل النيسان مايكرا، الهينداي اي 20 والميتسوبيشي ميراج، لسبب بسيط، هي أن السوزوكي سويفت قدرت بتصميمها تحافظ على طابع شبابي وعصري، وهذا بخليها بنظري تتنافس مع سيارات مثل الفيات 500 والميني كوبر، بالرغم من انه الميني كوبر طبعا فقدت طابعها الاقتصادي بالسعر بمجرد ما بدأت بي ام دبليو بانتاجها عام 2000. يلا خليني اعرفكم اكثر على السوزوكي سويفت 2018 جي ال اكس، ونشوف شو اللي بنحصل عليه بهاي السيارة الصغيرة، وبسعر بيوصل باسواقنا الاماراتية ل 57900 درهم اماراتي. مثل ما حكيت لكم بمقدمتي، حرصت سوزوكي دائما على انه السويفت تحصل على تصميم خارجي بطابع شبابي وعصري، وهذا الجيل الرابع من السياره عم بحصل على تصميم مميز فعلا لسياره بهاي الفئه، ببدايه بشبك متقدم وكبير كثير بمقدمه السياره اللي عم بيحمل طبعا شعار سوزوكي كبير بالمنتصف، مع انحناءات واضحه فوق عجلات السياره، وايضا خطوط كتير واضحه على جسم السياره، بدايه بهذا الخط اللي عم بيمتد من المصابيح الاماميه لداخل ابواب السياره، وطبعا المصابيح بنسخه الجي ال اكس اللي معنا اليوم هي عم تحصل على اضاءه زينون مع اضاءه نهاريه ال اي دي وكشافات ضباب، وكلها بتشتغل اوتوماتيكيا، وبتستمر الخطوط الواضحه على بدي السياره بهذا الخط اللي قلنا بيمتد من المصابيح الأمامية وبختفي هون على الباب الأمامي للسيارة، بعدين عم نحصل على انحناء وخط كتير قوي على السيارة من الجانب على البابين، وبعدين في عنا خط بيمتد من الباب الخلفي والتقي بالمصابيح الخلفية للسيارة واللي هي بتحتل مساحة كبيرة من السيارة بالخلف، وليضيفوا للطابع الرياضي وشكل الكوبيه اللي عم تحصل عليه السويفت خبوا مسكات فتح الأبواب الخلفية هون بالأعلى، والنسخة طبعاً مثل ما احنا شايفين اللي معنا اليوم عم تحصل على لونين لبدي السيارة، فجسم السيارة عم بحصل على هذا اللون الأزرق ولون فضي لسقف السيارة والمرايا الجانبية، وهذا كله كان محاولة من سوزوكي بأنها تقرب السويفت لفئات شبابية أكثر، وتترك السوزوكي بالينو كخيار هاتشباك لفئات عمرية أكبر. يمكن يوحي لك حجم السويفت الصغير من برا أنه المساحة حتكون ضيقة كتير هون بالخلف، ولكن الكراسي الخلفية هي مناسبة لجلوس 3 أشخاص بالغين مع مسافة كويسة قدامك وفوق راسك، ولكن اللي تأثر فعلا بحجم السيارة الصغير هو حجم الصندوق الخلفي، ولكنه بتحسن كتير بطي المقاعد الخلفية بهاي الطريقة. وعم بستمر التصميم الشبابي كمان داخل السيارة مع فتحات دائرية للتكييف بمنتصف المقصورة، وتصميم كتير بسيط للتابلو عبارة عن شاشة لمس وثلاث أقراص للتحكم بنظام الكلايمت كنترول، وعم نحصل على طابع رياضي كمان داخل السيارة مع تصميم حلو كتير للعدادات اللي بتضوي بلون أحمر، واستخدامهم لمقود كتير صغير مسطح من الأسفل، وكمان في عنا بعض القطع باللون الأبيض داخل المقصورة، تمنيت لو كانوا على الأقل بلون بدي السيارة الأزرق أو بلون فضي مثل سقف السيارة، ومع أنه كل شيء داخل السيارة بحسسك بمتانة التصنيع اليابانية، ولكن بسيارة بهذا السعر مثل ما بنتوقع كل شيء مصنوع من البلاستيك كتير كتير خفيف. وفي ملاحظة تانية عندي على داخل المقصورة أنه عم نفتقد لمساحات تخزينية كبيرة بالأبواب أو بالصندوق الأمامي، وبسبب أنه افتقادنا كمان لصندوق بوسط مقصورة السيارة، وهذا كمان بضيف أنه أنت راح تحس شوي بالتعب بقيادة السيارة بالرحلات الطويلة لأنه ما عندك أي شيء تسند عليه إيدك خلال هاي الرحلة. أما من ناحية التجهيزات والمواصفات اللي عم نحصل عليها بسيارة السويفت جي ال اكس 2018، فمنبدأ بشاشة لمس للتحكم بالنظام الصوتي ونظام الاتصال البلوتوث،
والوكيل عندنا بالامارات عم بيعطيك اوبشن تركيب شاشه اندرويد كبيره مثل يلي معنا هون بالسياره، باضافه 2600 درهم على سعر السياره الاساسي، وهي الشاشه عم بتضيف لك نافيجيشن مع جوجل مابس وامكانيه ميرورينج لكل من موبايلات الابل والاندرويد. وكمان الجي ال اكس عم تحصل على نظام تكييف اوتوماتيكي كلايمت كنترول، وبلوحه العدادات عم نحصل على شاشه صغيره بتعرض معلومات بسيطه كتير عن معلومات الرحله وكميه استهلاك الوقود، وعم نحصل بالسياره على ازرار للتحكم بنظام الصوتي على المقود، كمان على المقود في ازرار تحكم بنظام الاتصال البلوتوث، وكمان عم نحصل على مثبت سرعه كروز كنترول، والسياره كمان عم تيجي مع كاميرا ركن خلفيه ولكن بدون حساسات، لانه صف هيك سياره مثل السويفت حتى باضيق المواقف هو شيء كتير سهل. والسياره للسلامه بالجي ال اكس عم نحصل على 6 اكياس هوائيه. لطالما بالنسبة لي كانت تتميز السويفت بقيادة ممتعة بسبب صغر حجم قاعدة العجلات اللي عليها، وهي السيارة بتقدر بكل سهولة ترميها بالمنعطفات وترسم ابتسامة على وجهك بكل ما تدخل منعطف مثل هاد، لأنك عم تحصل على ثبات عالي من السيارة ودقة كبيرة من مقود القيادة الصغير هاد. ومع انه المحرك اللي عم نحصل عليه باسواقنا الاماراتيه هو كتير صغير، فهو 4 سلندر بسعه 1.2 لتر وبيولد بس 82 حصان و113 نيوتن متر من العزم، ولكنه كافي لانك تحصل على شويه متعه قياده بالسياره، وايضا كافي لانه يوصلك لسرعات الطرقات السريعه بسهوله. ولكن اللي كان ممكن يضيف لمتعه القياده هاي اللي عم بحصل عليها من السويفت، انه لو حصلنا عليها بجير عادي او على الاقل جير اوتوماتيكي تيبترونيك، ولكن للاسف المحرك السويفت عم بتصل بجير سي في تي او جير التعشيق المستمر، وهذا طبعا مثل اي سي في تي انتم هلا عم تتعودوا علي بكل فيديو بحكي عن السي في تي، عم بيعطينا لما احاول اتسارع بالسياره صوت عالي دائما داخل المقصوره من المحرك، لأنه بثبت دورات المحرك بمكان كتير عالي لحتى يقدر يطلع كل القوة والعزم من هذا المحرك الصغير. ولكن هذا كله أكيد ما بيمنع أنه لما تدخل لفة بهاي السيارة الصغيرة نتخليك تبتسم وتضحك دائماً. وإذا بدنا نحكي على توفير الوقود، فعلاً السويفت كانت من أكثر السيارات اللي جربتها توفيراً بالوقود، فأنا بخلال 7 أيام من استخدامي وأنا من النوع اللي بضغط على السيارة بالسواقة مثل ما شفتوا، وصلت لمعدل بوصل 13.6 كيلومتر بكل لتر من الوقود. ولكن هاي السيارة الصغيرة فعلا تقدر كل ما ترميها بمنعطف مثل هاد تستمتع وتضحك بقيادة هيك سيارة رائعة. فعلاً بتمنى نحصل على السوزوكي سويفت سبورت قريباً. بنهاية تجربتي للسوزوكي سويفت 2018 خلتني أتمنى أنه نحصل قريباً بأسواقنا على السوزوكي سويفت سبورت، ويلي بتحصل على محرك بيولد 140 حصان، لأنه فعلاً رح تكون سيارة فعلاً ممتعة بالقيادة بهاي الفئة. وخلتني أتأكد أنه السوزوكي سويفت فعلاً تستحق مني أنه أطلق عليها اسم الميني لهذا العصر. وقبل ما أختم تجربتي لليوم خليني أذكركم بأسعار السوزوكي سويفت بأسواقنا الإماراتية، فهي بتبدأ ب 48900 درهم إماراتي لنسخة الجي ال، وبتوصل ل 57900 درهم إماراتي لنسخة الجي ال اكس اللي كانت معانا اليوم. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا لليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.